بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يخشون ربهم بالغيب. قطعة من آية. الآية فيها أحكام متعددة، من جملة الأوصاف هذا الوصف: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الجهاد له معنيان: معنى هو أن يأخذ الإنسان السلاح ويذهب إلى ساحة الحرب أو شبه ساحة الحرب ويقاتل، فيقتل ويقتل، وسواء قتل فله الجنة، وسواء قتل فله الجنة، مع فارق أنه إن قتل رأسا إلى الجنة، أما إن قتل فمن الممكن أن يبقى وبعد ذلك يرتد، فالقاتل له الجنة على شرط، لكن المقتول له الجنة بلا شرط. وحتى أن بعض الفقهاء أفتوا لو أن إنسانا قتل إنسانا، القاتل يتحمل رمان المقتول ودينه. زيد كان مدينا لك 1000 دينار، وإنسان جاء وقتلك، القاتل يجب عليه أن يعطي الدية لأهلك، ويجب عليه أن يعطي 1000 إلى الذي يطلب من المقتول، يعني أنه المقتول تغفر ذنوبه، المقتول ذنبا، ودينه الدنيوية أيضا تكون على القاتل على قول بعض الفقهاء، وكذلك ضماناته، يعني أنه لو كان ضامنا هذا المقتول، القاتل يتحمل ضمانات المقتول. وهناك أيضا بعض الروايات بهذا الشأن، وفي ذكري أو أظن أن صاحب الحدائق يفتي بهذا الشيء فتوى، وأيضا بعض العلماء الآخرين يفتون بهذا الشيء، أن القاتل يتحمل دين المقتول وضمانات المقتول، بالإضافة إلى أنه يتحمل ذنوبه، يعني أن المقتول كان معتابا، كان شاربا للخمر والعياذ بالله، كان عاصيا، القاتل يتحمل كل عصيانه، أحاديث أكو لهذا السبب. فالمقتول رأسا إلى الجنة في سبيل الإسلام إذا قتل، أما القاتل أيضا له الجنة، لكن على شرط أن يبقى على إيمانه وأن يبقى على تقواه وعلى استقامته حتى يموت أو حتى يقتل. هذا قسم من الجهاد، الجهاد الذي يذهب الإنسان إلى ساحة الحرب أو شبه ساحة الحرب. من أجل ساحة الحرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أرسل فلانا ليغتال كافرا، الكافر قتله، هذا الإنسان الذي الكافر قتله أيضا هذا شهيد، لكن مع العلم أنه لا تجرى عليه أحكام الشهيد في الغسل والحنوط والكفن وما أشبه،
لأن الذي تجرى عليه أحكام الشهيد في الإسلام هو الذي قتل في ساحة الحرب، هذا قسم من الجهاد، يقتل ويقتل، يقتل له الجنة ويقتل له الجنة، ومعروف. قسم من الجهاد أفضل من هذا الجهاد، وهو الجهاد 50 سنة لأجل إعلاء كلمة الإسلام، لأن من الممكن أن تذهب إلى الخارج فيقتلك كافر في ساحة الجهاد، يعني كل تعبك في 10 دقائق، وأحياناً أقل من 10 دقائق، وأحياناً في دقيقة، لعله 5 ثواني فقط، لأن بمجرد إطلاق الرصاص على صدغ الإنسان لا تمر حتى 1 ثانية حتى يفقد الوعي، فهذه 1 ثانية قتل. لكنه أن تكون أنت 50 سنة مع مشاكل الاجتماع ومع مشاكل أخر تشق طريقك إلى الأمام خالصا مخلصا على حسب موازين الدين والفضيلة والتقوى، هذا في الحقيقة أشكل. وذات مرة قلنا إني أتصور أن فضيلة الإمام الحسن على الإمام الحسين من أسبابه ومن أسبابها هي هذا الشيء. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في نصف يوم قتل وقتل وقتل، أي لنفرض فيما يقارب 1 سنة كان في اضطراب شديد، لأن في زمان الإمام الحسن ما كنت تكليف على الإمام الحسين مباشرة إلا تكليف التبع، أما في زمان الإمام الحسن، الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام مدة طويلة، وما أطول تلك المدة أن يكون جليس الدار ومهاجما، وأن يكون الإمام مخططا ومنفذا ومفكرا وموجها للثورة المستقبلية، ويتحمل الأتعاب. ولذا مروان في قصة مشهورة قال في جنازة الإمام الحسن، ومروان من ألد أعداء الإمام الحسن، قال هذا رجل لو وزن حلمه بالجبال لرجح على الجبال، يعني حلم الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. هذا جهاد ثان، ولعله أفضل من الجهاد الأول، لأن الجهاد الأول في فترات، أما هذا الجهاد في سنوات. والحديث المشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا الشيء، حديثان، حديث يقول أفضل من ذلك كلمة عدل عند إمام جائر، وفي الحديث الثاني يقول رجعنا عن الجهاد الأصغر وبقي علينا الجهاد الأكبر. الرسول يسميه جهادا أكبر ويسميه أفضل من ذلك، لأن هذا الجهاد شيء صعب. هذه مقدمة لموضوع نريد أن نطرحه على أصدقائي الطلبة وإخواننا، وهو أنه الحقيقة أننا لما كنا في كربلاء مع جملة كبيرة من الأصدقاء، سواء الأصدقاء الطلبة الأعم العالم أو الخطيب أو المؤلف أو المدرس أو الطالب، وسواء من أصدقائنا الكسبة أو من أصدقائنا الموظفين قسم قليل، أو أصدقائنا طلاب المدارس قسم أيضا لا بأس به، وأنا كنت أذيا فيهم وأحيانا موجها، قام أولئك ونحن أيضا معهم بمشاريع
جدا كبيرة الحجم، ليس قبول الله وعدم قبول الله شيئا يرتبط بالله، لكن الحجم الظاهري كان كبيرا. والأصدقاء الموجودين هنا من أهل كربلاء يذكرون هذا الشيء تفصيلا أو إجمالا. مثلا أن هي مدارس الحفاظ، وأغلبكم تذكرون مدارس الحفاظ. هذه المدارس كانت تحتوي على ما يقارب 3000 طالب وطالبة، ثلاث مدارس حفاظ للبنين، ثلاث مدارس حافظات للبنات. وقسم منكم كنتم أيضا كمدرسين أو موجهين في تلك المدارس أو كمدراء. هذه المدارس بتوابعها، توابع المدارس كانت ما يقارب من 30 تابعة، الأشياء المرتبطة بهذه المدارس من المؤسسات. حتى أنا أذكر ذات مرة نشروا في تقويم الحفاظ، لأنه كان يطبع تقويم خاص كل سنة باسم تقويم حفاظ القرآن الحكيم أو مدارس حفاظ القرآن الحكيم. ذات مرة نشروا في التقويم 33 مشروع، كلها كانت تابعة لمدارس الحفاظ وتلك النشاطات. هذه مثلا كانت فئة من الأعمال، وكل هذه 33 تقريبا تدور في فلك المشاريع، ولعل الذين كانوا يديرونها ويساعدون فيها، لا أقصد مساعدات مادية وإنما أقصد مساعدات عملية أكثر، كانوا من 100 أو 200 إنسان، من مدرس ومدير وموجه وما أشبه. ثم كانت هناك فئة أعمال أخرى، وهذه الفئة الثانية كانت فئة دار القرآن الحكيم للنشر، والتي تذكرون أن مقرها كان إلى جنب مدرسة ابن فهد الحلي رحمة الله عليه، خارج المدرسة وإلى جنب المدرسة. وهذه المكتبة للبيع والنشر كانت لها فروع في كثير من المدن العراقية، فروعها وصلت إلى 70 فرع، فرع في النجف، فرع في بغداد، فرع في الموصل، فرع في العمارة، فرع في المسيب، فرع في الحلة، فرع في الديوانية، وإلى 70 فرع. كانت تنشر الكتب الإسلامية على نطاق 70 فرع. أنا كان في فكري أن أمد فروعها إلى 1000 فرع، لكن الظروف حالت دون هذه الأمنية، وصلت إلى 70 فرع. هذه أيضا كانت فئة من الأعمال، ولعل كثيرا منكم وأقصد الأصدقاء الكربلائيين يذكرون هذا الشيء. أيضا كانت في كربلاء فئة ثالثة من الأعمال، فئة المكتبات للمطالعة، والتي تقريبا نحن أسسناها، نحن لا أقصد أنا وحدي وإنما بمساعدة الأصدقاء، وهذا واضح، يعني لا أدعي أنا كنت وحيدا وإنما كنت ألوى وأحيانا موجها أيضا. المكتبات وصلت بالمطالعة في المساجد والحسينيات أو المكتبات المستقلة، وصلت إلى 40 مكتبة، كان إحداها مكتبة القرآن الحكيم للمطالعة خلف ابن فهد، ومكتبة في مسجد الصافي، ومكتبة في مسجد الترك، وهكذا مكتبات للمطالعة من البيع. هذه أيضا كانت فئة من الأعمال. ويمكن تذكرين أن المجلات التي كانت تصدر شهريا من كربلاء
كانت 14 مجلة كلها إسلامية. القرآن يهدي مجلة، منابع الثقافة الإسلامية مجلة، صوت العترة مجلة، صوت التوحيد مجلة، نداء الإسلام مجلة، مبادئ الإسلام باللغة الإنجليزية مجلة، أعلام الشيعة مجلة، الأخلاق والآداب مجلة، صوت المبلغين مجلة، وإلى 14 مجلة. هذه أيضا كانت فئة من الأعمال، والذين كانوا يصدرونها هم كانوا رجال الدين، العلماء، الخطباء، الطلاب في المدارس وفي مدارس الحفاظ وما أشبه. أيضا هناك فئة عمل أخرى كانت وصلت إلى شيء جدا رفيع، وهي الهيئات للشباب. تقريبا الهيئات ابتدأت من قبلنا، الذي ابتداء كون هيئة كان قبلنا في الحقيقة، كان أحد الكسبة وكون الهيئة الأحمدية، أذكر لها سعانة. لكن بعد ذلك إنسان آخر تعلم منه وأيضا كان خارج فلكنا، كون الهيئة الجعفرية، الهيئة الأحمدية في مسجد العباس أمام العباس عليه الصلاة والسلام، والهيئة الجعفرية كانت في مسجد العطارين الذي كان والدي يصلي فيه. وبعد ذلك نحن تعلمنا منهم، وكل شيء تعلمنا من الغير شيء واضح. وحتى إذا زدنا عليه كانت الأسس من قبلنا، وما أقصد من قبلنا بعشر سنوات، لعله من قبلنا بمئات السنوات، أو من البلاد المجاورة تعلمناها، أو شيء وصل إلى فكرنا. نحن تعلمنا تكوين الهيئات من أولئك، وكونت هيئة وهيئة ثانية وهيئة ثالثة وهيئة رابعة، ووصلت هيئات الشباب إلى 200 هيئة. حتى أنا أذكر في الأواخر لما كانوا يأتون إلي ويطلبون مني اسم للهيئة، كنت أتحير، لأن أسامي الأنبياء كلها صارت للهيئات حسب معرفتنا بأسامي الأنبياء. أسامي الأئمة كلها هيئات، ولعل أمام الهيئة الصادقية هيئة، والهيئة الجعفرية هيئة، والهيئة السجادية هيئة، وهيئة زين العابدين هيئة. ثم وصلت الهيئات إلى أسامي أصحاب رسول الله وأصحاب الحسن وأصحاب علي وأصحاب الحسين، وحتى هيئة محمد بن مسلم الطحان تلميذ الإمام الصادق. وأخيرا كنا متحيرين، ماكو اسم حسب معرفتنا، اسم مشهور حتى نجعله على هيئة من الشباب. وهذه الهيئات كانت تستوعب كمية كبيرة جدا من الشباب، ولعل 190 أو 180 من الشبان، أقصد من الشابات. هيئات الشابات كانت، لكن كانت كلش قليلة، لعل 180 أو 90 من الشباب كانوا منخرطين في هذه الهيئات. هذا أيضا كان فئة من العمل. ثم فئة أخرى من العمل تأسيس المساجد وبناء المساجد من ناحية، وتجديد المساجد من ناحية، مسجد في الحي الجديد ومسجد في الحي الثاني الجديد، وأحيانا مسجدان وأحيانا 3 مساجد، وعلى هذا المعدل بالإضافة إلى بناء المساجد التي كانت قبلا وآلت إلى الانهدام ثم رمموها وجددوها. هذه المساجد ما ضبطت حسابها في الحقيقة، لكنها قريب من 50 مسجد، بينما جددت كمسجد حي المتقين وكمسجد حي الحسين
وكمسجد حي السادة وكمسجد حي النقيب وكمسجد حي العباس وكمسجد الشعلة وإلى آخره. بينما جددت هذه أولى كمسجد العطارين رنم، مسجد الصافي رنم، مسجد نعلشي رنم، لكن ترميما يعني خرابا من الأساس وتجديدا. هذا أيضا كان فئة من العمل الأصدقاء قاموا بها. فئة من العمل كنا تقريبا نحن الطلبة نقوم بها وهو تأمين الطلبة. كنا نعمم السيد المرسل القزويني حفظه الله كان يدعو من خارج كربلاء إلى أن يأتوا بأولادهم إلى داخل كربلاء. الشيخ حميد الحاضر يذكر هذا الشيء حسن، الشيخ عبد الرزاق وسيد محمد علي وغيرهم من الأصدقاء الحاضرين. فكانوا يأتون من الشطرة ومن العمارة ومن البصرة ومن بغداد ومن ناصرية ومن رميثية ومن فيصلية وإلى آخرها، بالإضافة إلى نفس كربلاء. ولعل في ظرف 15 سنة لعل أن الذين أمموا في كربلاء كانوا بها 1000 إنسان. الآن كثير منهم موجودين في كربلاء وكثير منهم موجودين في النجف الأشرف، وكثير منهم راحوا إلى إيران إلى لبنان وسوريا إلى باكستان إلى أفغان، قسم منهم إلى الكويت، قسم منهم في الخليج، وقسم منهم أيضا الظروف ضغطت عليهم فنزعوا العمائم في ظروف خاصة معروفة تعلمون الظروف. وفي الحقيقة لو كانت الأمور تجري جريانا طبيعيا لعلهم كانوا يصلون إلى فرد حوزة علمية جدا كبيرة، لأن الحوزة كانت في حالة نمو وفي حالة نمو بسرعة. هذا أيضا كان فئة من الأعمال. فئة من الأعمال كانت بناء المدارس، بناء المدارس، المدارس الدينية في كربلاء. ونقصد بالمدارس الدينية أعم من المدارس العلمية الدينية أو حتى مدارس الحفاظ ومدارس الإمام الصادق وما أشبه. مدارس 30 في كربلاء، أكثر من 10 منها أصدقاؤنا بنوها، كالمدرسة الحسنية وكالمدرسة الرضوية وكمدرسة ابن فهد وكمدرسة شريف العلماء وكمدرسة سيد البروجردي وما أشبه، مما أسست جديدا. يعني لم تكن هذه المدارس، مدارس الحفاظ كلها لم تكن، كلها اشتريت. مدرسة الإمام الصادق الأهلية لم تكن، وقفت، يعني إنسان خير وقفها. مدرسة الإمام الصادق الأهلية إنسان خير آخر من بغداد وقف رابطة النشر الإسلامي، فأيضا كان نصف مدرسة أو شبه مدرسة وما أشبه. هذا أيضا كان فئة من الأعمال. فئة أيضا من الأعمال مطبعة، مطبعة القرآن الحكيم، مستوصف القرآن الحكيم وما أشبه. فئة من الأعمال الهيئات لقضاء حوائج الناس، كهيئة أو لجنة الزواج وهيئة أو لجنة إقراض للأعمال الشريفة. يعني الإنسان الذي ليس له عنده عمل أو عنده عمل منحرف كان ينقذوه لبناء عمل شريف. وهيئة الاستدامة وما أشبه، وكهيئة جمعية الخيرية الإسلامية لأصدقائنا أسسوها ومعروف هذا الشيء. يا من هذا القدير أيضا هذه كانت فئة. كل هذه الأعمال وأكثر منها، والآن ذكرتها كنماذج، التبليغ السيار، التبليغ السيار كما يتفضل شيخ حميد بنى 12 مسجد في أطراف كربلاء ونصب 40 مكبرة في البساتين للأذان، هاي التبليغ السيار. وكانت له سيارتان، سيارة لأطراف كربلاء وسيارة للقرى في العراق، في كل العراق.
وكان من المقرر أن تشترى سيارة ثالثة لكن ما وفقنا لهذا الشيء. من هذا القبيل الأعمال والتي ذكرت قسم منها في كتاب خاص طبعها مدارس الحفاظ مطبوع، وقسم منها ذكرت في تقويم التي كانت تطبعه مدارس الحفاظ، وقسم منها ذكرت في كتاب صغير اسمه كربلائي كمان ديدان، أحد علماء قم طبع هذا الكتاب وألف هذا الكتاب، وقسم منها ذكره ابن السيد الأمين في كتابه في أعيان الشيعة. قسم من هذه المشاريع هناك مذكورة، ابن السيد الأمين ذكرها في كتابه. ثم كان هناك مشروع نشر الكتب بصورة واسعة. أنا أذكر في إحدى المرات في زيارة الأربعين الأصدقاء طبعوا أكثر من 100,000 كتاب ووزعوها على المواكب، وكانت الكتب 100,000 كتاب قليلة في نظرنا، لأن المواكب كانوا ما يقارب 1,000,000، بمعنى 100,000 كتاب أن كل 10 يحصلون على كتاب واحد. وله تفصيل قسم منكم تعرفون تفصيل هذا المشروع أيضا. هذه مشاريع كانت في كربلاء، وفي الحقيقة كثيرين كانوا يقومون بها، ولعل أكثر من 1,000 إنسان كانوا يقومون بهذه المشاريع أو أكثر. الاحتفالات التي كانت تقام أحيانا في ميلاد واحد تقام أكثر من 50 حفلة، كل مدرسة حفلة، كل مسجد حفلة، بالإضافة إلى حفلة الإمام أمير المؤمنين الكبرى التي قسم منكم شاهدتموها، والتي كانت حفلة في غاية الضخامة، وإني لم أجد هالشكل حفل بهذا المستوى كما وكيفا في كل أمر واقع، وما أدري هل أرى مثل هذا الحفل في المستقبل أو لا أرى. أما كما فحفل بمستوى كل كربلاء، وأما كيفا المرجع الأعلى كان يشترك فيه إلى جانب 40 سفير، ذات مرة اشتركوا في الحفل 40 من السفراء والجمهرة كبيرة من القواد والوزراء والشخصيات والمدراء. هذه أمور كانت في كربلاء. مع ذلك أني كنت أفكر في نفس الوقت، وكثير من أصدقائنا سمعوا مني هذا الكلام في نفس الوقت، كنا نقول أن هذه الأعمال كلها قليلة، وفي الحقيقة كانت قليلة. التكليف الملقى على عواتقنا أكبر من هذا بكثير وكثير، وإن عدم الاهتمام يسبب أن يرى الإنسان هذا الشيء شيئا كبيرا، وإلا المسلمون الواجب عليهم أن يعملوا على نطاق كل العالم كافة للناس، يعني لكل الناس، والمسلمون هم تبع لهذا الشيء كما هو واضح. مع ذلك كنا لا نرضى بكل هذه الأعمال، وما نراها صغيرة، وفي الحقيقة كانت صغيرة، وإن كان بعض الناس يرونها كبيرة أو يتصورون أنها أعمال ضخمة، لكن كانت صغيرة. حتى بقينا هناك حتى أخرجنا، وقالت لنا الحكومة إنكم لستم مرغوبين بقاؤكم في هذا البلد، فيجب أن تخرجوا، إما أن تخرجوا أو نخرجكم. رأينا أن الأفضل أن نخرج لا أن نخرج، فسمعنا الكلام وخرجنا. أما بالنسبة إلى الكويت، الواقع أن الأعمال في الكويت والتي أقامها الأصدقاء في هالثمان سنوات، لأن نحن إلى الآن ثمان سنوات في الكويت، هالثمان سنوات لم نقم حتى بأشر تلك الأعمال، إما لعدم توفيقنا، وإما لعدم تهيئة الظروف، وإما لمشاكل قانونية، وإما لقلة الأصدقاء، وإما لشيء لا نعرفه. لم نتمكن أن نقوم من تلك الأعمال حتى
حتى بقدر العشر، وهذا ليس شيء مبالغ فيه، وأحيانا لم نتمكن حتى بقدر بالنسبة إلى بعض المواضيع واحدا في 50 كتعميم الطلبة لم نتمكن. إذا كنا عممنا في الكويت 20 إنسان معنا قمنا بواحد في 50 بالنسبة إلى 50، لكن لم نتمكن من هذا الشيء كما هو واضح. هذه المقدمة إنما نذكرها لأجل أن نعرف نحن رجال الدين أن الواجب علينا الخدمة وطول الخدمة والاستهانة بالخدمة مهما كان الحجم. الاستهانة بالخدمة معناه أننا نرى أن عملنا صغير والواقع صغير. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، لو أنك في يوم القيامة جئت بعمل الثقلين إلى الله لرأيته صغيرا حقيرا. مضمون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: بعمل الثقلين جئته إلى الله لرأيته صغيرا حقيرا. مضمون الحديث، نص الحديث. وهذا واقع. إننا حقيقة من المؤسف جدا، مع العلم أن شعب الكويت شعب طيب وكلكم لمستم هذا الشيء في هذا الشعب، ومع العلم أن الحكومة ما أخرجتنا ولم تقل لنا ذات يوم أخرجوا أبدا، مع ذلك قلة التوفيق أو قلة الأصدقاء أو شيء ثالث أو رابع أو مجموع الأمور حال دون أن نتمكن أن نقوم حتى بجزء من 10 أجزاء من أعمال كربلاء. معنى ذلك ما هو؟ معنى ذلك أننا يجب أن نفكر في الطريق الذي نتمكن به أن نقوم بعمل ضخم. ما هو الطريق؟ لا نعلم. جماعة ذهبوا إلى راهب، ظل الطريق، وجدوا راهبا في صومعه، طرقوا الباب، أخرج الراهب رأسه من الروشن: يا راهب أين الطريق؟ أشار بيده إلى السماء. قال: هو يعرف الطريق، أني لا أعرف الطريق. الواقع أني لا أعرف الطريق، لأننا جربنا طرق وطرق 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 وكلها لم تكن ناجحة ولم تكن منجحة، وعلى قول المطول: بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد. ثم يستثني يقول: ألا إن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود. يعني أنك حتى إذا كانت دارك قريبة من دار الصديق لكن هو لا يهواك، هو لا يحبك، فأية فائدة لقرب الدار؟ بكل تداوينا فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود. الواجب على رجال الدين، أي رجل دين، أن يجعل من نفسه خادم. إذا يريد الله والثواب الآخرة، ويجب علينا أن نريد الله والثواب الآخرة. الدنيا إن حصلت حصلت، وإن لم تحصل لم تحصل. وإن كان الواجب على الإنسان أيضا أن يحصل على الدنيا، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. منهاج الأنبياء هو منهاج خدمة الناس في سبيل الله. القصة المشهورة عن عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام أنه ذات مرة أراد أن يغسل أرجل أصحابه الحواريين، امتنعوا، قال: بحقي عليكم إلا خليتم حتى أغسل أرجلكم، فمدوا أرجلهم
وغسلها المسيح. مسيح كلمة الله روح الله، والله كلمه كلمه أيضا. لا ناكو في أحاديث كثيرة إن الله تكلم مع المسيح أيضا، كما إن الله تكلم مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، وتكلم مع كثير من الأنبياء. الشاهد أنه روح الله وكلم الله، وهو ما هو من أنبياء العزم، مع ذلك غسل أرجل أصحابه وقال لهم لكي تفعلوا بالناس من بعدي كما فعلت أنا بكم. قصة مشهورة. وقصة علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حيث جاء هنا فران، إنسان أب وإنسان ابن، وأكل عنده. ثم الإمام أمر محمد بن الحنفية ابنه أن يغسل يد الولد، وغسل هو يد الأب. الأب قال يا أمير المؤمنين أنت تغسل يدي؟ قال نعم. وغسل الإمام يده، ثم قال إنك لو ما كنت تأتيني وكان الولد وحده أتاني لكنت أغسل يده، لكن ما أحب أن أسوي بين الوالد والولد، ولذا إني أغسل يدك ومحمد يغسل يد ولدك. الإمام السجاد قصته مشهورة، وهو أنه في أيام الحج على ضعف بنيته وضعف جسمه، وهو إمام مفترض الطاعة، شخصية معروفة محبوبة أيضا في نفس الوقت، كان يذهب مع القوافل والحجاج الذين لا يعرفوه. يقال له لماذا يا ابن رسول الله هذا الشيء إذا عرف؟ قال حتى أخدمهم ولا يعرفوني. لأنه إذا كان يذهب مع قافلة عراقية أو مع قافلة حجازية أو مع قافلة يمنية كانوا يعرفونه، يذهب مع قافلة مغربية أو مع قافلة بربرية أو مع قافلة هندية، قوافل كانت، يذهب مع القافلة التي في القافلة ماكو حتى إنسان يعرف الإمام. لماذا؟ حتى يخدمهم، وكان يخدمهم الإمام. هذا كله للتعليم، ولهم كانوا متواضعين لله لا شك، وما كان قصدهم الخدمة فقط والتعليم فقط، وإنما كان قصدهم الله والتواضع وفي نفس الوقت أسوة. وقصة الإمام الرضا، وقصص الإمام الرضا ولي العهد، يدخل الحمام يقول له إنسان في الحمام كيسني، والإمام يكيسه. في القصة دلالتان مو دلالة واحدة. الإمام الرضا وهو ولي العهد يذهب للحمام وحده، ولي العهد. هل هناك إنسان يسمى ولي العهد ويكون بهذا الأسلوب في الخلافة العباسية أم الأموية أو العثمانية أو غيرها؟ الدلالة الأولى أنه كان يذهب للحمام وحده وهو ولي العهد لكل البلاد الإسلامية، لأن مأمون كان إمبراطورا وأكبر من كارتر اليوم وأكبر من مدنيف اليوم، والإمام ولي عهده، والستة باسمه، وخطباء المنابر، ولعله أكثر من مليون منبر ذاك اليوم في العالم الإسلامي كلهم يذكرون اسمه، ومع ذلك وحده يذهب للحمام. ومع ذلك يقول له الإنسان كيسني، يكيسه. وكان بإمكان الإمام أن يصيح الخادم أو يصيح الكياس ويقول أنت كيسه وأنا أعطيك ثمنه 50 فلس مثلا أو أكثر أو أقل، لكن الإمام كيسه. لماذا هذا الشيء؟ وراوي آخر يقول كنت في بيت الإمام الرضا، والبيت فيه خدم وفيه حشم، لأن أحد بيوت المأمون العباس والإمام كان وحده. يقول الإمام الرضا بنفسه ذهب وجاء إلي باللحاف، قلت يا ابن رسول الله أنت مع هؤلاء الخدم؟ قال نعم أنا. وقصته أنه كان يجلس على المائدة معه كل إنسان حتى سياس البغل مشهور، واعترضوا عليه يا ابن رسول الله هذا لا يناسب ولا مسبوق هذا الشيء. كان يقول الرب واحد والدين واحد والأب واحد والأم واحدة، كلهم يأتون ويأكلون معي. هذه كلها تعاليم، وكثيرة وكثيرة هذه القصص.
رجل الدين يعني خادم الاجتماع في سبيل الله. لأن قد يكون الإنسان يخدم الاجتماع في سبيل شهرته، في سبيل أن يحوز كرسيا في مجلس الأمة، في سبيل أن يصبح وزيرا. لا، هذا خدمة نفسه. قد يكون يخدم الاجتماع لله وفي سبيل الله. نحن تكليفنا أن نقوم بخدمة الناس على طول الخط في سبيل الله. خدمة الناس بالتأليف، خدمة الناس بالمنبر، خدمة الناس بصلاة الجماعة، خدمة الناس بتأسيس المساجد، بتأسيس المدارس، بتأسيس الحسينيات، بتأسيس الهيئات، كل لون هي خدمة للناس في سبيل إنقاذهم من مشاكل دينهم أو في سبيل إنقاذهم من مشاكل دنياهم. هذا أسلوب الأنبياء، والله سبحانه وتعالى جعل في هذا الأسلوب مدح الناس. الناس يحبون الفقير الخادم بما لا يحبون الملك غير الخادم. الملك الذي بيده كل شيء وهو لا يخدم الناس، الناس ما يحبوه. والفقير الذي يخدم الناس، الناس يحبوه، لأن الله تعالى يجعل هكذا. وفي القرآن آية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يجاهدون في سبيل الله. هذا جهاد، وليس الجهاد خاصا بساحة القتال. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا المهم. ما أقول لك أنك يجب أن تسلك سبلا غير صحيحة وتقول لا أخاف، لا، المجاملة من آداب الإسلام. والنبي كان مجاملا، وعلي كان مجاملا، والحسن كان مجاملا. المجاملة غير المداهنة. المداهنة يجوز، المجاملة مستحبة. والفرق بينهما في كتب الأخلاق. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يجب علينا أن نطبق هذه الآية أو هذه القطعة من الآية المباركة على أنفسنا، ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.